يا مراحب يا مراحب البريمير ليج اللي وحشنا بليالي السبت الممتاز اللي كلنا كنا مستنينها. اخيرا فتره التوقف في الدوري خلصت وكفايه زهق بقى. تعال لي بقى في الحلويات والتكات والحركات والدوري الانجليزي المثير. والبدايه لعبه الفانتزي لعبتنا المفضله. هنعمل ايه بقى في الجوله الرابعه؟ نلعب وايلد كارد؟ طب نتقل؟ طب نبيع مين؟ طب نشتري مين؟ كل ده هتعرفوه في الحلقه الجديده من فانتزي يلا كوره. معاكم مصطفى جمال ويلا بينا نخش في المفيد. وقبل اي حاجه بسرعه خش اشترك في فانتزي يلا كوره الدوري بتاعنا. هتلاقي الكود ظهر لكم وهتلاقوه برده في الكومنتات او هتلاقوه في البوست او هتلاقوه على اليوتيوب في الديسكريبشن. في كل حته هتلاقوا الكود بتاعنا ظاهر. خشوا دخلوا الكود ويلا العبوا معانا في دوري فانتزي يلا كوره. نخش على طول في التوقف الدوري. لو انت مش متابع ايه اللي حصل معاك في التوقف الدوري، هتلاقي شويه اصابات كده سخيفه على راسهم اوديجارد اللي جات له اصابه جامده قوي وهيغيب حوالي شهر، فبالتالي هتبعده من حساباتك. وبرده هتخلي بالك من لعيبه ارسنال اللي كمان عندهم اصابه ثانيه اللي هو كالافيوري لكن اصابته مش جامده قوي. كونسا برده اتصاب مع انجلترا ولكن اصابه برده خفيفه فما تقلقش منه. عندك بالمر وواتكنز وكمان فودن، الثلاثه ريحوا واستبعدوا من معسكر انجلترا للراحه للاصابه لكن كلها حاجات خفيفه عشان يستعيدوا فورمتهم الكامله. واتكنز لسه ما كانش جاب فورمته، فودن ما كانش بيلعب خالص مع السيتي ولسه كان بيرجع نفسه واحده واحده، وكمان بالمر كان عنده اصابه خفيفه ولكن ظهر في التدريبات بصوره طبيعيه. فالثلاثه جاهزين للجوله الرابعه ما تقلقش منهم خالص. وكمان الاخبار اللي انتشرت عن اصابه ليون بايلي لاعب استون فيلا اللي اتعرض ليها في الجوله الثالثه، كنا فاكرينها حاجه بسيطه، لا ده راجل ممكن يحتاج عمليه جراحيه وهيغيب فتره طويله جدا. فبالتالي ركز بقى مع لعيبه ثانيه جوه استون فيلا ممكن تاخد فرص اكتر في المشاركه زي جاكوب رامسي او المهاجم دورا، ممكن يكون ليهم دور اساسي في التشكيله الفتره الجايه. لو بصينا برضو ان اللعيبه اللي احنا كنا معتمدين عليها قبل التوقف الدولي تالقت عادي جدا في التوقف الدولي زي صلاح وهالاند، وكمان ايزاك قدم مستوى ممتاز جدا، قدم اداء رائع، سجل وصنع وكان مكسر الدنيا مع المنتخب السويدي، عشان كده ما تتخلاش عنه، اتقل عليه شويه. واخر حاجه في التوقف الدولي خليك دايما متابع اخبار المؤتمرات عشان خصوصا اللعيبه اللي راجع من امريكا اللاتينيه بتبقى ظروف السفر والارهاق صعب عليها شويه، فتتاكد هل هم جاهزين للماتشات ولا لا. زي جواو بيدرو اللي المدرب بتاعه قال انه هيشارك في اخر تدريب بس قبل ماتش ابسويتش تاون، وبالتالي مشاركته 50-50، راجل ممكن يبدا اساسي ممكن يخش من على الدكه. وزي برده لويس دياز في ليفربول، الراجل بيرجع من رحله سفر طويله مع كولومبيا، عشان كده اطمن عليهم في اخبار المؤتمرات. طب نخش على طول في نجيب مين. عندك اربع فرق ركز قوي مع لعيبتهم الفتره الجايه، مش بس الجوله دي لا كمان للجولات الجايه، ليفربول وتشيلسي استون فيلا وبرايتون. الاربع فرق دول عندهم جدول ممتاز قوي، لعبتهم فايقه مركزه خصوصا في الهجوم، فبالتالي ممكن نستفيد منهم حلو قوي. اول فرقه برايتون، برايتون رابع اكتر فرقه في الاهداف المتوقعه، هتلاعب ابسويتش تاون اللي هي اسوا فرقه من حيث الاهداف المتوقعه استقبالها. طبعا مش عايزين نظلم ابسويتش تاون، فرقه كويسه ولكن قابلت ليفربول في السيتي، فبالتالي الموضوع صعب عليهم جدا. فرقه قويه لكن برضو برايتون فيها قوي وفورمتها تشجعنا ان احنا نجيب لعيبه منها، سواء ينكوبا منتا سواء ميتوما، لعيبه كلها كويسه، ولكن كل التركيز مع ثنائي الهجوم جواو بيدرو وويلباك. بصراحه ويلباك لعيب اهدافه المتوقعه اكتر، هو المهاجم الاساسي للفرقه، بيتواجد على طول جوه منطقه الجزاء، عشان كده هو الاختيار الاسهل وكمان بيسجل اكتر في الفتره اللي فاتت. جواو بيدرو لسه راجع من رحله سفر طويله وشارك مع البرازيل في جزء من ماتش باراجواي، عشان كده ممكن تتعب عليه شويه، لكن لو عندك خليه الراجل حتى لو شارك مش بصفه اساسيه يقدر يسجل ويصنع، وهو اكتر من ويلبك على صعيد صناعه الاهداف المتوقعه، وكمان هو اللي معاه ركلات الجزاء، فبالتالي ده يديله افضليه شويه، لكن اثنين ده وده خيارين كويسين قوي. نخش على ليفربول. ليفربول اكتر فريق صنع فرص محققه للتسجيل، 16 فرصه في اول 3 جولات، ماكينه هجوميه جباره جدا، وكمان خط الدفاع شغال كويس معاهم، والكلين شيت الله ينور. عشان كده بنصحك بالدبل الهجومي من ليفربول، يبقى معاك صلاح زود عليه دياز او جوتا، الاثنين برده فايقين وتحديدا دياز هيفرقوا معاك في البونت قوي. عندك كمان بص ورا على الدفاع هتلاقي ارنولد وروبرتسون، اختيارين كويسين جدا. بالنسبه لي ارنولد اهم مدافع في اللعبه السيزون ده، الراجل بادئ فايق قوي، بيصنع فرص كتير قوي وكمان بيسجل، ولكن الحظ ما خدموش في الجون يتلغى قدام مانشستر يونايتد. عشان كده لو عندك ارنولد او روبرتسون دي خيارات ممتازه، لو مش عندك روح هاتهم على طول، ده او ده الاثنين كويسين جدا. ارنولد اختياري اول لو مش معاك فلوس، وهات روبرتسون راجل بيخش منطقه الجزاء اكتر وبيشوط على الجون، برده هيبقى اختيار كويس جدا بالنسبه لك. نخش بعد كده عندنا استون فيلا. استون فيلا واتكنز مش فورمته، ولكن الراجل مش هيفضل كده طول الموسم، هيرجع وهيسجل ما تقلقش، موضوع رجوله التسجيل قريب. وكمان عندك دوري ابطال، فخلي بالك من حته الروتيشن، مين هيبدل مين هيقعد مين هياخد ده اكتر. عشان كده انا شايف ان دوران الفتره الجايه ممكن ليه ادوار اكبر بكتير، خاصه بعد تالقه، الراجل بينزل ماتشين من الثلاثه بيسجل في شوط تاني وبيكسب فريقه. دوران هيكون ديفرنشال كويس قوي للفتره الجايه، وكمان امادو اونانا لعيب الوسط اللي بيسجل برده مرتين، والراجل بيخش منطقه الجزاء كتير قوي ويقدر يفرق معاك.
طبعا بالنسبه لي رقم واحد في استون فيلا مورجان روجرز. مورجان روجرز اللي ما كانش محظوظ خالص في الجولات اللي فاتت، راجل بيساهم دايما بصناعه فرص وبيشوط على الجون، لعيب حريف قوي وخطير قوي، وتالق مع منتخب انجلترا تحت 21 سنه فتره توقف في الدوري. انا متاكد الدنيا هتتحكله الفتره الجايه والفانتزي هيدلعه وهيجيب نقط والدنيا هتمشي معاه لان جدوله حلو قوي. المفاجاه بالنسبه لي الناس كتير راحت تبيع ايزاك. انا مش معاكم يا جماعه خالص في القصه دي. اللعيبه من اكتر اللعيبه اللي هتتباع الجوله دي تقريبا لحد دلوقتي، هو اكتر لعيب تم بيعه، لكن الراجل مكسر الدنيا مع المنتخب السويدي ومع نيوكاسل. حظه كان وحش بس ان اول ماتش فريقه اتطرد منها واحد وحصلت هزه شويه. ايزاك يقدر يسجل بقوه مع نيوكاسل، يقدر يرجع تاني لمستواه. انا شايف ايزاك خيار مهم، لو عندك اوعى تبيعه، الراجل هيرجع يتالق تاني، وراجل حتى الجوله اللي فاتت سجل، فليه تبيعه؟ خليه عندك، لعيب مهم جدا في الفانتزي ومهاجم كويس قوي، واه في مهاجمين تانيين متالقين، ولكن ايزاك لما يجيب الفورمه محدش يقدر يقف قصاده. طيب مين اللعيبه الديفرنشلز اللي ممكن اعتمد عليهم للجوله الرابعه؟ تعال اقول لك. اول واحد بالنسبه لي لعيب مش تحت عين الناس قوي، بيشل مشجعين تشيلسي كل موسم، ولكن السنه دي بادئ كويس قوي ومسجل جونين، وخامس اكتر لاعب في المساهمات المتوقعه في الدوري الانجليزي. هتقول لي مين؟ هقول لك نيكولاس جاكسون، الحصان الطاير في تشيلسي. الراجل سريع جدا، انفرادات كل شويه، بيضيع فرص كتير ويشلنا، بس الراجل خطير جدا على الجون، لو عندك هيكون مؤثر قوي، ولو مش عندك وحابب تجيبه خد الريسك. الراجل جدوله حلو قوي وعنده ماتشات سهله، وفرقه تشيلسي بتصنع فرص كتير، سواء بالمر سواء مدويكي سواء نكونكو لما بينزل، بيدرو نيتو، عنده كتير لعيبه جدا تصنع له فرص، عشان كده ده ممكن يكون وقت تالق نيكولاس جاكسون. ممكن برضو تبص عندك ايزي في كريستال بالاس او ماتيتا كمان في كريستال بالاس، عندهم جدول ماتشات معقول شويه، والاثنين فايقين، تحديدا ايزي فايق قوي، وماتيتا لسه هيجيب فورمه يخش، ولو جاب فورمه الموسم اللي فات هيكسر الدنيا. وعندهم ماتش قدام ليستر، فرصه ان انت تستغل لعيبه كريستال بالاس، وحتى ظهير زي مونوز ممكن يفيدك قوي الفتره الجايه. اخر حاجه الكابتنه. الكابتنه من اول الموسم صلاح الصراحه خيار مضمون، راجل ما خذلناش في ولا جوله، وكمان هالاند حتى هو بيلعب برينفورد، ماتش مش سهل، وبرينفورد فريق متماسك الموسم ده، ولكن هالاند قطر ما بيقفش، الراحه الصيفيه فرقت معاه قوي، والراجل متالق وعرف يستغلها صح، عشان كده هالاند او صلاح في الخيارات الاولى دايما في الكابتنه، خصوصا في بدايه الموسم. معاهم لعيب زي دياز فايق، وعنده ماتش نوتنجهام برده ماتش في المتناول، بالتالي لويس دياز برده خيار كويس جدا. لو عايز بقى افكر خيارات بره الصندوق، انا شايف ان ايزاك قدام ولفرهامبتون هيكون سرقه الموسم. الراجل راجع فايق من التوقف الدولي، ويقدر يجيب جون واثنين قدام ولفرهامبتون اللي دفعهم شوارع. لو انت عايز تختلف قوي، عندك ويلبك من برايتون، او عندك ايزي من كريستال بالاس، برضو خيارات مختلفه، بس ما تنتظرش منهم ينفجروا قوي. ودي كانت حلقه الجوله الرابعه من فانتزي البريمير ليج، ازاي تستعدوا ليها. اهم النصايح قلنا لكم الديفرنشلز، قلنا لكم تبيعوا مين، قلنا لكم اللي حصل في التوقف الدولي. اي حاجه عايزين تعرفوها تابعوا على طول منصات يلا كوره، متابعين اول باول لاحداث الدوري الانجليزي، وكمان لعبه فانتزي بريمير ليج اللي كلنا بنعشقها. استعدوا للجوله كويس، وركزوا في التشكيلات المصاربه وفي اخبار المؤتمرات عشان تظبطوا فريقكم وتجيبوا نقط حلوه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في فانتزي يلا كوره في الدوري بتاعنا، هتلاقوا الكود ظهر قدامكم، خشوا دخلوه والعبوا معانا وتبسطوا، واحنا كمان مبسوطين بمشاهدتكم لينا. انتظرونا في المزيد من الحلقات فانتزي يلا كوره. كان معاكم مصطفى جمال، سلام.